من رام الله ينضم إلينا الدكتور سعيد زيداني أستاذ الفلسفة في جامعة القدس. سابقا أهلا وسهلا بك معنا دكتور سعيد. إذا في رصدك لآخر التطورات الحاصلة أمس وهذا اليوم، كيف تبدو الأوضاع من الناحية السياسية العسكرية وإلى أين تسير؟ يعني اللافت في هذه الجولة من المواجهة أنه هي جولة غير مسبوقة، فنحن بصدد حرب اللي باغتت فيها يعني المقاومة إسرائيل وأربكت إسرائيل. هنالك مباغتة على المستوى المخابراتي وهنالك إرباك على المستوى العسكري وعلى المستوى التقني وعلى مستوى حتى على المستوى الصحي. فيعني هذه مواجهة غير مسبوقة، تذكر بالأيام الأولى لحرب أكتوبر عام 1973. فهنالك ارتباك هائل في إسرائيل، ولكن يعني هذا ما يميز اليوم الأول أو اليوم الثاني من تلك المواجهة. ولكن يعني الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية يقومون بتقييم الأمور وبإعادة تصويب الأوضاع، ونحن شاهدين على هذه الخسائر الكبيرة في الجانب الإسرائيلي كما في الجانب الفلسطيني. وهنالك يعني قضايا اللي ما زالت عالقة، إسرائيل لا تعرف عدد الأسرى والمخطوفين، كما أن هنالك مئات من الإسرائيليين اللي يعني لا تعرف مصائرهم حتى الآن. يعني وهنالك طبعا يعني الصواريخ التي تتساقط على مركز البلاد وجنوبها وتحدث الخسائر والضحايا، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الهائلة لكل ذلك. طيب، عندما ننظر إلى الجانب الإسرائيلي، ما هي الخيارات التي من الممكن أن يتجه إليها؟ هل سيقوم أو سيكتفي بما حدث الآن؟ هو هناك ضربات من البحر وكذلك ضربات جوية تستهدف قطاع غزة، إما بشكل عشوائي أو بشكل يعني مدروس على بعض الأهداف. يعني إلى الآن لا زالت الأمور غير واضحة كما يبدو، أم أنه سيتدخل بريا؟ كيف تقرأ الأوضاع؟ إلى أين ستسير في ظل أن كل من الطرفين يتقدم خطوة نحو اشتباك عسكري، ولا زالت الاشتباكات دائرة الآن في بعض المناطق الإسرائيلية؟ يعني هنالك عدة سيناريوهات اللي يتم تداولها، واللي الإعلام يعني يرشح عنها. يعني هنالك الرد الإسرائيلي التقليدي، ضربات ل يعني مواقع حماس ولأبراج سكنية، وكما تقول الإذاعة الإسرائيلية والمناطق العسكري الإسرائيلي، هنالك يعني استهدف ما لا يقل عن 500 موقع لقادة حركة حماس، بيوتهم ويعني القيادات إضافة المواقع العسكرية. يعني هذا جانب، يعني الإسرائيليون يشددون على هذا الجانب الآن، فمن المتوقع أن تزداد الضربات ل يعني أهداف من هذا النوع. ولكن هنالك أيضا من يقول بأنه لا مفر من عملية عسكرية اللي يعني احتلال مناطق من قطاع غزة، يعني وليس احتلالها بالكامل، ولكن يعني لعمليات اللي تتم على أرض قطاع غزة. فعلى ما يبدو يعني مما يعني أحاول أن أفهم من التصريحات ومن يعني ما يرافقها وما يكتنفها، أنه مش راح يكون مناص من عملية إسرائيلية داخل قطاع غزة، أرضية داخل قطاع غزة. السؤال هو هل بهدف إسقاط حماس كما يطالب بعض الخبراء الإسرائيليين والعسكريين، أم فقط لإيقاع مزيد من الخسائر
على المستوى العسكري وعلى مستوى المقاتلين وعلى مستوى يعني طيب انهاك دكتور حماس الى نعم الاخر دون اسقاطها. نعم دكتور سعيد، يعني نتنياهو قال اننا مقبلون على حرب طويله. عندما يتحدث عن حرب طويله، هل هو يحاول يعني دعنا نقول إيقاف حالة الغضب الغالية داخل إسرائيل نتيجة الفشل العسكري التي حدثت، أم أنه بالفعل ينوي الدخول في حرب كما أشرت وهي أحد السيناريوهات؟ إلى أين ستكون الحرب؟ ما هي أهم الأهداف الممكنة التي يمكن قراءتها من خلال الأحداث التي نعيشها؟ يعني كما ذكرت، حرب طويلة تعني شيئا واحدا، أن هنالك عملية على نطاق واسع، عملية أرضية على نطاق واسع في قطاع غزة، لأنه بدون ذلك يعني المفروض تقصير فترة الحرب إلى حدها الأدنى. إذا كان المقصود هو ضرب مواقع وأهداف عسكرية وأهداف صواريخ وقيادات ومراكز قيادة، فيعني هذا لا يبرر عملية طويلة الأمد. بشكل مختصر دكتور سعيد، التهدئة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية هل هي ممكنة في ظل هذه الأحداث بشكل مختصر؟ أنا أعتقد أنه العودة لما كان عليه الوضع قبل أمس يعني أصبح غير وارد بالمرة. يعني هنالك يعني حديث إجماع إسرائيلي على أنه ليس لدي مزيد من الوقت. الدكتور سعيد زيداني أستاذ الفلسفة في جامعة القدس سابقا من رام الله، كنت معي، شكرا جزيلا لك.